السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. خويا معكم مصطفى مرجان، مدوار الملاينة، جماعة سيدي سليمان، العمالة سيدي سليمان، جماعة ولاد حسين، مساعدة. خويا انا كنت خدام في كازا معاون الوالدين عند الزمان في 2011، وقع لي اكسيدون ترافاي مع واحد السيد تيقولوا له في كازا في الدار البيضاء، تيسكن في حي النور سيدي عثمان، تيسكن ورا المارشي كريو. هاد السيد كنت خدام معاه ليل ونهار اخويا، ملي تعميش في العيني وقعت لي عاها مستادي، ما ضربني الباب ديالو ديال الكاميو، دور عليا الفلوس. وداك السيد من داك الوقت وانا تندعى معاه لحد الان، دعيت معاه حتى 2015، حتى 2016 عاد حكموا لي بداك الدوسي، ما خليت حتى باب ما دقيت، وسيزيت والديا بعت الغالي والرخيص على داك الدوسي باش صافي تعميش من عيني. شنو ربي عاطينا النور، عاطينا الحبيبتين في العينين، هما العينين، لا مشاو لك العينين ما بقيتي تساوي والو لا شيء. هاد السيد هذا من التعميش معاه عنده نفوذ وزايغ عليه فلوس وعطى عليا المال صحيح، وانا بغيت هاد الرئيس اللي يحكم لي هاد الدوسي ديالي، بغيت غير يقنعني بشي انسان تمشي له عينه في المغرب، عينه تمشي له يعطيه 200 درهم في الشهر تعويض ويحبسوه من الخدمه. انا داك السيد ديت شهود من هنا ولاد حاضر عليا باش خدمت معاه، ودرت له طرد تعسفي دعوه فيها 3 سنين. انا خدمت معاه من 2009 حتى 2011 ضربت، عاد ضربت ديكلاري لي بشهر ديال الضربه منين ناض عليه الضجه وكذا، من تما ليه ما قاش عليا السيد، لا وحني بحالي لا وحشي كاغيط سلام منه لا حف القمامه. هاد السيد هذا تكرفس عليا وفات تكرفو، انا دابا صابر عليه وجه هاد الوالده ودفعت، بقيت ندفع عيش من ندير عيش من السبب، ما ديرش الصداع. دابا هاد السيد هذا تنطلب من الله وعاش الملك، عاش سيدنا محمد السادس، وتيقولوا مغرب دوله اسلاميه وحقوق الانسان وكذا، وحنا مكرفسنا لا اله الا الله محمد وعاش الملك، وحنا راه والدينا وجدودنا كانوا شرفاء دافعوا لهاد البلاد. انا يما ريفيه قلعيه، وجدي كان من عبد من السلاله ديال عبد الكريم الخطابي، وهكا تيعيشوا الاحفاد الرجال تيعيشوا هكا. انسان يتكرف، انسان تيتكرفس بحال هكا في الحياه في الدنيا. وانا دابا 33 عمري زياده 88 تكرفس صافي، ما بقيت لا نقدر لا نخدم لا نمشي عنده بعاد، يقول لي يا خويا انت عما ما نخدمكش، وريني شي واحد يقبل عليا وكان نمشي نخدم معاه يخدموني معاه، ما خصني لا تعويض لا والو. واش الانسان يعطيه 200 درهم في الشهر؟ لا، هادشي راه ما يبغيه لا ربي ولا العبد. بغيت نشوف هذا الرئيس اللي يحكم بهذا الدوسي هذا يعطيني شي سبب اللي العين تتساوي 4000 ريال عدم، 200 درهم تتساوي العين. وانا ماشي نكذب عليهم هاد الناس ولا شي حاجه، ندير معاهم خبره في محلف، صيفطوني على جوج محلفين ديال الدوله داروا لي خبره، يعني راه هاد السيد هذا فقد العين ديالو، الشبكه مشات لي حتى العمليه ما لقيتهاش في المغرب باش غنداوي عيني. انا باقي شاب في العز الشبابي وضيعني هذا السيد، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. عاش الملك وعاش سيدنا محمد السادس. هذا السيد هذا تكرفص عليا، زايغ علي عنده 40 كاميو رموغ الباطيمات الفيلات، السيد مفرعن بالمخزن هذا عطى عليا الفلوس تنعيا من الباب اللي تندقو تيقول. وتصور مشيت حتى لمجلس حقوق الانسان، عاش الملك، سمعت مجلس حقوق الانسان مشيت ليه الرباط، دخلت هضرت مع الناس في الارشادات لتحت، عطاوني التليفون ديال السيده كاتبه الفوق، تنهضر معاها قلت له الو اختي انا مواطن مغربي مصطفى مرجان، اشنو وقع لي؟ حامل رقم بطاقه الوطنيه التعريف كذا كذا، عطيتها التفاصيل كامله، اشنو وقع لي مع هذه السيده، شنو وقع لي؟ خلاتني تا حكيت لها هضرتي كامله وقلت لي الدواسه ما عندناش. وتقريبا مجلس حقوق الانسان، يعني هذا الشيء انا من الفهمه ديالي مجلس حقوق الانسان، انا انسان وماشي لحقي باش مشيت لعندهم. ومني مشيت لعندهم ما استقبلونيش هذوك الناس، قالوا لي يا سيدي دوسيك ما عندناش حنا كاع، والمحكمه اللي تنمشي لها تيبيطقوني تيجريو عليا. حسبي الله ونعم الوكيل في هذا السيد، انا راه صبرت تعيس، انا راه ما عنديش معاهم شي كارثه لا عظمى. دابا هاد الناس هادو صيفطوني للصندوق الوطني لا سينيغا الوطني للتقاعد والتامينات، انا من الجهه ديال التامينات مشيت لعندهم تيعطوني 200 درهم في الشهر، ثلاث شهور تنشد 60000 فرنك انا والوالده، وعندها مرض نفساني امي وانا اللي خدام عليها، لا زواج لا وتاد لا اولاد. هاد الناس شنو بغاو يردوا مني؟ شنو بغاوني نتلقى شي تران؟ بغاوني شنو ندير؟ واش ماشي مغربي؟ ماشي مواطن؟ خويا ماشي مغربي، حلوا لنا شي دوله نهجروا لها، نمشوا عند السنغال ولا شي حاجه. واش حنا ماشي مسلمين ولا؟ وانا باغي حقي، انا ما باغي حتى شي واحد يعاوني يعطيني ديال الله، انا كنت بصحتي وراجل تنخدم بدراعي. باغي صحتي، هاد السيد ضربت معاه الليل والنهار. وسنين دابا من 2011 انا صابر، انا نتعوض حتى 2016 مخرج لي 200 درهم في الشهر، في ثلاث شهور تنشد 12000 فرنك 12000 12000 ريال 60000 فرنك في ثلاث شهور 4000 ريال في الشهر،
ومن شي قطعوا القطاع ديال البوسطه البريد المغرب تيقطعوا داك الشيء القطاع حتى نلقى 10000 ريال في 3 شهور. دابا بيني وبينهم 10000 تعيشني انا وامي ونشري لها الدواء منها وكلشي 50 لا كانت تعيشني مرحبا يدبروا لي في الخدمه مرحبا نمشي نخدم وما يعوضونيش. مع هذا السيد هذا يردوني للعمل مشيت عند المحاميه بقات تقول لي بغا يردك للعمل وانا عاملني من عيني وما عطانيش حقي وبغا يردني للعمل قاعد هو يعطيني حقي من الاول تشد ضرب شي قطع لي شهر وانا خدام معاه من 2009 حسبي الله ونعم الوكيل في هذا السيد هذا عاش الملك. انا راه حسبي الله وحده حسبي الله اللي تيحلف بيا انسان تاع الشباب وتمشي له انا يعني امي انا مريضه نفسانيا يعني جدي كان من السلاله ديال عبد الكريم الخطابي في موضوع سياسي واعتقلوا جدي خلاه عندها 7 سنين من تما وهي تاكل الدواء ديال الحماق. واش هادو هما الحفايد هادو هما هاد الناس هادو خصنا نديروا المولاد هما يعيشوا في المغرب بحالهم ولاد البرقاقه ديال النصارى وكذا عطاهم من الفرم تهلاو فيهم. انا ما باغي حتى شي واحد يعطينا شي حاجه باغي حقي انا عماوني من عيني هاد السيد باغي الدوله تعطيني حقي باغي الدوله تعطيني حقي انا ما باغي حتى شي حاجه اللي تعطيو للناس يعطيوه لي انا ما باغي شي حاجه زايده على الناس. انا مسلم ما بشار تنبقى بنادم خصني انا حقي ضربت تماره مع داك السيد ليل ونهار الكاميونات انا في كازا انا في وجده انا ليل ونهار ودارنا ما كنشوفهم على العام وتكرفس عليا حسبي زايغه عليه فلوس. وداك السيد كاين الناس وقفوا مع هذا الشيء هذا العدوان هاد الناس هادو هاد الناس راه لا اله الا الله صبرت تعيش. ونزيدك نقطه مشيت بقيت نقلب على الدوسي ديالي من 2011 ولا تنسبك ما حتى شي اداره ما حلت بابي مثلا اللي الباب اللي تندقوا السيد عاطي عليا الفلوس. تصور ملي تقهرت مره جا واحد السيد جارنا عنده الفيرما اكبر رجال البلاد منه الحسن الثاني الله يرحمه الله يولي برحمه الله وسيدنا محمد السادس سميتو جاو طرحت له الموضوع ديالي وقفت عليه قلت له راه با خدام معاك كان خدام معاه في الضيعه اجير قلت له راك شتي نعاون الوالد على الزمان واشنو وقع لي شنو وقع لي ناضوا لا بي جي ديال سيدي قاسم داروا لي مونتيف صيفطوني للعواد ضربت عامين تحكمت ب 10 وعطات عليا امي الفلوس وسوات عليا ضربت عامين في الحبس طالبه حقي صدق ضرب انا الحبس تعميت من عيني وصدقت انا ضارب الحبس وحسبنا الله ونعم الوكيل ما كناش مغاربه نمشيو لشي بلاد نعيشوا فيها. السلام عليكم. ها ولدي انايا راه الواليد ارض الاستعمار كان مولا محمد الخامس منين ولا مولاي الحسن عطاه المقدم الدوار وهو قاري ما رضاش كان سياسي ضد الملك قعد شدوه عندي 9 سنين انا خويا عنده 10 قعدنا صغار شدوا الواليد جا لوجده شدوه جا المكناس غادي الناظور شدوه في وجده حنا من الناظور ريفيه منين شدوا الواليد 15 يوم في وجده 15 يوم في قنيطره مات في يدهم في البحث داروا هذاك قعد 30 عام تا ماتت الوالده عاد سول الواليد خويا بقى كيقلب قالوا السياسيين راه غيرخوهم حيين منين بقى كيسول قال له باك مات عندنا عطاونا واحد التعويض درت واحد الدويره صافي ما عطاونيش بزاف عطاوني 14 مليون درت بي واحد الدويره خلصت بشي دين كان عندي صافي دابا ما عنديش دابا عندي فقر هذا فقر الدم وعندي مرض نفساني مولات 9 سنين مولات 14 عام وانا كنداوى وانا كنشرب الدواء عندي الدواء الا مشى الدراري يشريه ولدي سكت سكت الا مشى يشريه ولدي كتقول له تجي امك اللي كتشربوا راه هذا كيسكروا به الدراري كنرقد غير تريف شوف منين كندير التريف كندير التريف حتى الغدا كنخرجوني واحد الشوكه كدير 3000 دابا فارماسيان ديال سيدي عبد العزيز قولوا غي جميل فريده غتلقاو 140 كنت كنشري هذاك الشوكه ب 3000 دابا قطعوها في هذا المرض خرجوا لي الكنينه ب 1100 كندير غير 4 نصلي العشاء ونتعشى اللي قسم الله حتى الغدا مع العشره حتى كينوضوني. دابا الله يرحم الوالدين عاونونا الملك ديالنا المخزن الملك يعيش الملك باغينا يعاوني شويه وعندي عندي الدواء غير سكت عندي الدواء مزمم انا مولات 14 عام ما كيتبدلش بغيت غير يعاونوني. دابا عندي 140 في فارماسيان نسولو سي عزيز في فارماسيان عنده 140 قول له غير جميل فريده
من الملاينه ريفيه غايعطيوك يقول لك عندي 140 تما ما لقيت عييت ما نقلب على المحسنين ماني الخارج كيعطوني 4000 6000 كنشري هاد الدوايل عطاوها ليا اخويا الله يرحمك الوالدين دابا شوف انا اخويا تا باغي حتى شي حاجه باغي حنا حقنا انا التعميد في العيني ما يعطيونيش 4000 ريال واش 4000 ريال شنو تعطي 4000 ريال شنو انا على الوراق شو شحال من ورقه شو شحال من الواتق على الوراق اكثر من الفلوس ها شوف شوف باش دخلت للسبيطار ها الورقه الاولى هذه خبير محلف ديال الدوله ها شو شحال من ورقه هذه خبره ما حكم حكم كل شيء عندك تمشي ب 4000 لا خصو يشوفوا خصو يشوف هذا اخويا هذا ودي كلاراسيو ديال هذا السيد بلكش خدام معاه في الرموك في الكاميو رموك تضرب جملين في النار كل كاميو تعطي عنده 40 كاميو رموك وتطمع في واحد فقير ود الشعب تكرفس عليا حسبي الله ونعم الوكيل عاش الملك وفين هي حقوق الانسان المغاربه فين هي واش في الوراق ولا عاش سيدنا عاش الملك عاش الملك حنا بغينا حقوق الانسان انا راه بشر مسلم واش ندير في راسي شي حاجه شنو شنو انا عندي مشكله يخدم عليا عليها انا 33 في عمري لا زواج لا ولاد شو شحال من ورقه شنو المحكمه ديالنا المغربيه شحال من ورقه عطاوني شوف 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 الورق اكثر من الفلوس ها شوف 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 شحال ديال الخبره هذا ورق اكثر من الفلوس حسبي الله ونعم الوكيل انا شوف سيدنا راه باغي نشوفه مباشره ومشيت عند الجنرال دوكو دار من الحسني مسلم من الحسن الثاني وفي الاخر داروا لي مونتي وصيفطوني القنيطره العواد وخلاهم امي بلاش ولا باغي حقي انا ندوز معاهم الخبره فاش بغاو عماوني ما بقيت لا نخدم وريني واحد ما خدامش ويعطيو 4000 ريال نعيش بها انا وامي شحال شنو تجيب لي اشري التيد هنيني امي انا ما كاينش شي حاجه مكتوب يجي اي واحد ونمشي للبيرو بيرو انا كازا ماكش نحيد منها تنبيع الدجاج البيض امي تجمع لي اللي كاين وتمشي عسلت في التلانات واللي دخلت عنده شي يجري عليا عاطي عليا الفلوس داك السيد انا دزت في 20 غوص داروا لي العمليه تما قبلونيش داروا لي سكانيرات منهم على حسابهم شويه داني عند صحاب راسورانس ديالو تيعطيهم هو الفلوس تحت الدف عطاوني 6000 درهم اللي خرجوا لي 4000 في الشهر وعيني مشات دابا اللي تمشي عنده تيقول لي انت عمى شكون يخدمني شكون باقي يخدمني شو شحال ديال الاوراق اخويا ها لا نوريو هاد الناس هذا مزيان نوريو شو شحال من الورقه شو السيرتيفيكات لا لا يشوفوا كل شيء قال انت اخويا شو شحال الوراق اكثر من هادو كلهم جبتهم من كازا الورقه كاينه اللي تساوي 40000 هنا كاين اللي تتلحق حتى 2000 درهم الورقه هنا اللي مشيت في الترينات والمراكب وتنبات في الزناقي في كازا هادو كامل الوراق هادو كامل اخويا ديال الدوسي ديال عيني ومشيت حتى الجامع بدر حتى البلاصه ديال المعوقين وما حتى واحد ما شاف فيا اخويا ولا باغي نشوف سيدنا يشوف فيا لوجه الله لكن شي رجلة يعطيني حقي انا ما باغي لا محسنين انا بدراعي باغي نخدم وانا يخدموني وما يعطوني انا مشيت دابا اللي تمشي عنده خدمت مع الجنرال دوكو دار مي عامين سودور في الضيعه ديالو جرى عليا قال لي انت عندك عين واحده كلاني في عامين ديال الخدمه ديالو جرى عليا من الاخر قال لي علاش بقى شي تساوي عندك عين شكون اللي خدمني انا بعين شو شحال ديال السيرتيفيكات هذو كامل الوراق هذو جبتهم من كازا ها الحكم اخويا ها الحكم انا نورك الحكم ديال 200 درهم هو هذا ها الورقه اول ورقه باش دخلوني للسبيطار هي هاد السفره هاد البطاقه هادي دخلت نهار 20 شهر 8/2011 2012 دخلت السبيطار دابا انا التعميش باغي حقي وري بغيت نشوف هاد الرئيس اللي حكم لي ب 200 درهم في الشهر بغيت شويه يقنعني ما خصني لا فلوس منهم لا والو انا عندنا الله سبحانه الفقراء مولفين بالله سبحانه انا باغي هذاك الرئيس يقول لي غي وريني الباريم اللي مورينه في القانون الجنائي وداك الشيء اللي قرا شحال تتساوي العين في الباريم انسان تمشي له عينه واش تساوي 200 درهم الا تتساوي 200 درهم ما نعرف الا كانت تساوي 200 درهم شو شحال ديال الاوراق هادو كلهم اخويا جايبهم انا من الدار البيضاء مشيت درت التصريح الراسي في العمله ديال مولاي رشيد دعيت داك السيد عند الانسبكتور طرافي في ماد تيطرق عليا بالفلوس حسبي الله ونعم الوكيل انا باغي حقي يا اخويا باغي حقي الله اله ما باغي حتى شي واحد يعطيني ديال الله انا باغي حقي حقي حقاش المغرب عندنا المغرب الحق ماشي تيتعطى تيتخاد بهذا المفهوم هذا ما عمر شي واحد يجي يعطيك حقك انا هدرت على حقي صيفطوني القنيطره العواد داز فيا القمل على حقي وعام التعميش دابا هاد امي هادي شكون يخدم لي عليها انا 33 في عمري شبت اصاحبي ولا انا من باغي حقي ما باغيش حتى انا ما باغيش حتى شي واحد يعطيني ديال الله باغي حقي